أمير مغربي تعرف بالتواضع والأخلاق العالية. رحبوا معنا بالأمير مولاي إدريس، هو ابن الأميرة للا مريم وحفيد الملك الراحل الحسن الثاني. أجي نعرفوا كاملين شكون هو الأمير إدريس وشنو هي القصة دياله. قبل ما نبداو ما ننساش تخلي لايك وتأبونا في الصفحة باش يوصلك كل ما هو جديد على الأسرة الملكية المغربية. الأمير مولاي إدريس تولد سنة 1988، الأم دياله هي الأميرة للا مريم والأب دياله هو فؤاد الفيلالي. تربى الأمير مولاي إدريس تربية حسنة مبنية على الأخلاق والتواضع، تعرف بالحب الكبير دياله للأغاني والمغنيين العالميين. وكذلك الأمير إدريس كان واحد من الأولاد اللي عزازين بزاف على الملك محمد السادس، حيث كان دائما كيكون معاه في أهم المناسبات والحفلات الرسمية سواء داخل المغرب أو في الخارج، وكيتعتبر واحد من أهم الأمراء اللي كياخدوا أدوار ومهام محلية أكبر مرتبطة بالنشاط الملكي.